حجاج شيطاني هذا المقام يعني حقيقة هو من المقامات اللي عرفناها مؤخرا. ليش؟ لأن هو طبعا مؤخرا مو لا أقول يعني حديثة بس يعني لأنه إذا تجي تنظر إلى قائمة المقامات العراقية اللي أداها يوسف حريش هو أعتقد حسين القصاب يمكن أول مرة سجل هذا المقام. وبعدين أدى القارئ المبدع الحاج حامد السعدي عرف إنه يعني حقيقة وبدينا أو يعني لفت انتباهنا عليه. واحد من تلامذة الحاج حامد السعدي هو محمد سجاد سيقدم لنا هذا المقام بدون بسته. أنا هاي بدون بسته شوية يعني أوقف اعتقالي إن شاء الله أكون مع البسته كاملة حتى يصير هذا. إحنا سوف نقدم إن شاء الله بسته أو ننتقل لها. إذا حظا موفقا لمحمد سجاد ومقام الحجاج الشيطان إن شاء الله مقام الحجاج. اوه يا ليل يا ليل يا ليل إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ليالي. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا ولو لبابا. فلا كل من تهواه يهواك قلبه Hey!